هذا مراسل الغد بنزوح الآلاف من شرق خان يونس نحو وسط وغرب المدينة بعد مطالبة جيش الاحتلال بإخلاء المنطقة. أجينا على الشرقية، بعدها طلعنا على الأوروبي، بعدين طلعنا على رفح، بعدين رجعنا على بنسيرة ثاني، بنسيرة رجعنا على ناصر، الحين طلعنا فوق على مخيم الصمود. يا لم الله كمان بكرة نروح. يعني تعب تعب تعب. المرة هذه ما أخذناش ولا حاجة معنا. أنا فيش وقت أصلاً شيل حاجة، فيش مواصلات أصلاً. أيوة معي الصغار كله ماشي. إحنا رايحين ندور على مكان نرحل. أنا صرت نازحة 6 مرات من رفح. حسبنا الله ونعم الوكيل. أجلنا رسالات تلفونات يا خالتي. شوف طلع شوف شوف هالأطفال ماشين. إحنا أخذنا لك سيارة نكفيها، سيارة ما نقدر نكفيها. حسبنا الله ونعم الوكيل وبس. صباح في الغروب. بعدين رجعتنا على بيتنا. وابني بيلعب وقع رجله ورحت على روبي وحولوني على ناصر. جيت من هناك لمشي. أجينا من غزة مشي. والله من الساعة 9:30 واحنا بنمشي كل شوية، ما كل 10 دقائق بنقعد نتريح. زهقت. مش حرام هذا بصير؟ مش حرام هذا بصير علينا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. يتنقوها إن شاء الله. كل واحد إلى حدا يتنقاها إن شاء الله. هذا بصير فينا. روحنا على المستشفى نقعد بعيوننا. اطلعوا برا. نطلع برا. ليش نطلع برا؟ وأنا نروح. وأنا نروح. وأنا على نروح. إلهم إلهم ما نقول ماليش مروحه. مش حرام هذا؟ أنا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل وبس. أكثر لكن مش حقول شيء. اليهود بتخ علينا القنابل والقذايف. 7 شهداء وإحنا مرميين قدامنا الشهداء وروحنا. ماشي بنجري. طلعنا نطلع ورا لما فيش سيارات، فيش كرات، فيش أي حاجة، كله ماشي على رجلينا. والله ما احنا قادرين نمشي. حسبت بالله ونعم الوكيل اكثر من اكيد مش حكون شيء. جايه من قريه خزاعه ماشي من هنا لحد خان يونس ماشي. احنا كنا امنين وقاعدين في دورنا. ما احنا مدنيين عزل، ما معنا حاجه سلاح ولا حاجه نحارب فيه. فجاه تنطب علينا بالقذائف والمدفعيه والاك 16 يضرب علينا. الزلمنا الزلمنا اللي احنا فلسطينيين اللي احنا بشر، ايش عملنا لهم احنا؟ اطفالنا قتلوهم في الشوارع، طيحوا البيوت على اصحاب ساكنيها. ايش ذنبنا؟ ايش ارتكبنا احنا؟ ايش الذنب اللي احنا ارتكبناه؟ هذه دوله نازيه، دوله اجراميه. هذول مجرمين.